بعد ورود انباء عن مقتل بروجوجين زعيم عصابه فاغنر الروسيه، هذا المجرم يلي نكل هو وزعيمه بوتين بالتعاون مع نظام بشار اسد المجرم بالسوريين وبالاوكرانيين، كان فرحه بالشمال السوري يلي قسم كبير من اهله هو من المهجرين يلي هجرهم هذا المجرم هو بوتين. فنحن كان من الطبيعي انه نرسم صورته على جدران بيوتنا اللي دمر الطيران الروسي. من الطبيعي جدا انه مثل هذا الشخص يتصفى. بالاخير بروجوجين هو مجرم وتم تصفيته على يد مجرم اللي هو سيد بوتين، وهو بالمحصلة شاهد على جرائمه لبوتين، وهو مجرم، هو أدالة عند بوتين. فطبيعي أنه بوتين يصفيه، لأنه ممكن بالأخير يصير محاكم دولية، ممكن يسبب له مشاكل لبوتين بهي المحاكم. فأنا شايف طبيعي جدا جدا.